أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم اللي راح نعرض لكم بأبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي جاي تشوفوها أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذن الأرقام. في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب كان، تقدرون تدزون رسائل على رقم الواتساب المخصص لبرنامج صوتكم، الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب. أتمنى تكون الرسالة مكتوبة، أتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف من اللي كتب لنا ومن وين، ونقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدي حلقتنا مشاهدينا، وأول ملف ويانا هو ملف الفوضى وانتشار السلاح وتغول الميليشيات والنزاع بيناتهم. من نفوذ الميليشيات وانتشار هذا السلاح وفرض سطوته على مدن البلاد بظل غياب منه سلطة القانون اللي تتبجح لنا بيها حكومة الإطار التنسيقي. عندنا مقطع مصور انتشر على منصات التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم مثل ما يقولون. يقولون اللي نشروا المقطع أنه قوة من ميليشيا الحشد. إيش سوت هاي القوة؟ راحت أطلقت النار من أمام مديرية أو إحدى دوائر المرور في العاصمة الحبيبة بغداد. ليش؟ لأنه دورية للمرور صادرت دراجة تتبع أحد الأشخاص التابعين إلى هاي الميليشيا. تعالوا نشوف. أبي أرمي أرمي بطل، بارك الله بك، بارك الله بك، حمية الوطن، حمية الوطن، حمية الوطن. قطعة قطعة، حرك واقف. هذول الحشد يرمون علينا بأخوان. حرك أبو الكلاش، قطعة قطعة قطعة، اقطع اقطع لي ابو الكران، اقطع. تعال ابو البيكاسي، دبر على الودم. هذا صار لنا ترى رمايه ورماوا البريد وخذوا ابو زابه. دا تلاحظون الصفاقة اللي دا تصير بالعراق؟ يعني يروحون يضربون دائرة مرور. زين إذا أبو دائرة المرور ما يؤدي واجبه، وإذا أبو الدراجة فرضا مخالف، لأنه يتبع لكم لازم يمشي مخالف. يعني أنتوا عاجبكم العالم يمشون مخالفين مثلا؟ راح يطلع لي واحد ويقول لي هذا تصرف فردي. أما نروح إلى البصرة، هاجموا مسلحين اثنين واحدة من العيادات الطبية في محافظة البصرة، وقتلوا طبيب كان متواجد بهاي العيادة أمام أنظار المواطنين بوسط المدينة. بحسب شهود عيان عن أهل المدينة أن المسلحين اللي هاجموا العيادة ينتمون لإحدى الميليشيات، ناس تقول سرايا، ناس تقول عصائب، علما أنه قبل كم يوم اشتعلت الاشتباكات المسلحة بين العصائب والسرايا بالبصرة، وهاجموا مركز للشرطة لأنه القوات الأمنية توقف عاجزة عن التدخل وحفظ الأمن. تعالوا نشوف. وقف. هاي مو عملية تحرير رهائن في فيلم هوليوودي، لا. ذولا جماعة متعاركين بيناتهم وطبوا على عيادة، ما لقوا واحد من الجماعة اللي هم متعاركين وياه، قتلوا الطبيب. ليش موجود بالمكان الغلط بالوقت الغلط؟ أنت ليش واقف قدامهم؟ مفروض أنت تعرف أن هم جايين وتنهزم. هذا فعلياً اللي مفروض يفكر به المواطن العراقي، وهذا فعلياً اللي المواطن دا يحسه. هم هيش دا يفكرون، عركب بين اثنين، واحد من الاثنين طب على مكان ما لقى اللي تعارك وياه، كتل غير واحد. ليش توقف بوجهي؟ هذا تفسير اللي صار بكل بساطة. لسان العراقيين وأهل البصرة بالذات بالضبط مثل الرجال اللي وثق لنا هذا الفيديو اللي راح تشوفوه بعد شوية.
هنا يتساءل وين القوات الأمنية وين وزارة الداخلية، وهو قاعد يصور لنا معركة، بس معركة مو بغزة، مو معركة الأمريكان من دا يحتلون العراق، لا معركة طاحنة بين عشيرتين بقضاء أبو الخصيب بالبصرة. النزاع المسلح اللي صار استخدمت به كافة أنواع الأسلحة. فرجوا. هاي أبو الخصيب من هجران، هاي أبو الخصيب من هجران. شباب وين الشرطة؟ وين الداخلية؟ أعطيكم واحدة يا عبدي، تتعرض المزاحمة عشان عبال احنا جايين نرمي. اكو مقاومة طائرات قاعدة تضرب بين عشيرتين، شنو العشيرة الثانية عندهم طائرات؟ بالله شنو نوع الطائرات ذن المسلحة اللي عندكم الحربية؟ وشون قدرتوا تحصلوها بلا زحمة؟ وشنو طبيعة العقد ومنو وزير دفاع هاي العشيرة اللي راح ساوم شركة عالمية على شراء طائرات حربية؟ أردفتهم من النزاعات المسلحة بالعراق واللي صورناها كثير، عفوا اللي تم تصويرها من قبل مواطنين كثيرا ونشرناها كثيرا، لما يستخدمون بها هاي الأسلحة الدولة أو ما تسمي نفسها بدولة أو ما تسمي نفسها بحكومة، واللي يسمي نفسه وزير دفاع ووزير داخلية. حبيبي وزير الداخلية، واحدة من أبرز مهامك من المفترض كونك كوزير داخلية حفاظ الأمن الداخلي للعراق. الأمن الداخلي شنو اللي صار هسه هنا أنا بابو الخصيب؟ أهم ميزة لوزارة الدفاع هي حماية حدود العراق الخارجية مع دول الجوار وسماء وماء، أما داخليا هي من حدودك أنت كوزير داخلية، شرطة، قوات اتحادية، قوات مكافحة شغب، ايش تسميها سميها، هذني شغلهن يحافظا على أمن المواطن. بلا زحمة الأستاذ عبد الأمير الشمري يدري بهاي الواجبات لو أنا دا ألقن الهيا هسه لأول مرة، لأنه الناس ما تشوف، والمواطن اللي دا يوثق دا يقول وينهم. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من فيسبوك محمد الموسوي، هاك تفضل، ويردون يسوون لعبة بالبصرة والحكومة نايمة ومحافظ نايم، كلها ملتهية بالانتخابات ولواقة وعزايم وعايفين المحافظة تجول بها السلابة والمجرمين. أحمد الموسوي، دوريات الشرطة وسيطراتهم اللي خابصين وسادين الطرق نايمين قاعدين. علي يقول ما شاء الله الظاهر الحكومة المحلية مسيطرة على الوضع الأمني. أبو حسين المالكي، أين دور النجدة أو فوج طوارئ الشرطة أو مركز الشرطة أو استخبارات الداخلية أو الأمن الوطني في منطقة الأمن الداخلي؟ هي هاي الدعش عليها الأمن الداخلي، ذني وفروع هواية هي المسؤولة عن الأمن الداخلي. المشكلة أنه نزاعات تصير كثيرا بين ميليشيات بين عشائر بين مكان من يكون، والمسؤول الأول عن تخفيض حدة هاي النزاعات وحماية المواطنين من الترويع والإرهاب اللي دتمارسه هاي النزاعات هو وزير الداخلية. أبو عمر من بغداد حياك الله. تحياتي لقناة الرافدين وجمهور قناة الرافدين البطلة. حياك الله يا غالي. حياك الله استاذ أفد. احنا نعرف وكل العراقيين والعالم يعرفون منذ احتلال الامريكان للعراق هم دخلوا يعني سلطة الاحزاب وميليشيات، هاي الميليشيات اللي تتبع ايران مثل منظمة بدر والحزب الدعوة وكل هاي الاحزاب اللي دخلت العراق من 2003، وكنا نعرف كيف كان القتل وكيف كان يعني القتل على المواطنين بالمناطق العامة أو في كل مكان اللي يدور محافظاته ومناطق بغداد. وبعد ما تأسس العراق يعني تأسس صارت يعني كدولة وكأنه إلها رئيس وزراء منذ الاحتلال الأمريكي لحد الآن، هاي الأحزاب والميليشيات هي موجودة في كل مفاصل الدولة. إذا كان يعني بالقوات الأمنية وإذا كانت يعني بكل الوزارات، فهي الأساس الموجود عندنا بالعراق. فما ممكن أنه توجد قوات أدنى أمنية وقوات يعني عبد الأمير اللي هو مسؤول عن كل هاي القوات الأمنية، هاي كلها مخترقة وعندنا ضباط أيضا يعني مجندين هاي الأمور وتابع سلطة الأحزاب. يعني من دشوف هاي أبنائها والقتل اللي قاعد يصير عندنا من دكاترة سواء إلى ناس مجهولين أو هجوم إلى
الى مستشفيات، هذول كلهم هم هي تتبع هاي الميليشيات وسلطه الاحزاب اذا كانت العصائب واذا منظمه بدر واذا كان حزب الدعوه، كلهم هذول الناس عملاء تابعين نيران. فهاي الامور اللي قاعده تصير عندنا ما ممكن يعني محاسبتهم، لان المحاسب مالتهم الكبير هو المسؤول عن هاي الامور، هو اللي نصب هاي الميليشيات، هو اللي جاي يدعم. فاحنا للاسف ما عندنا يعني قوات امنيه، ما عندنا يعني رجل كفوء ضابط او مسؤول يدير هذا البلد. يعني للاسف رئيس الوزراء ما ممكن انه يصدر قرار من عنده او يحكم من يشوف هاي الامور على زعزعه البلد، نظام البلد وهيبه البلد بوجود هاي الميليشيات. هو ايضا يتبع للميليشيات. احنا ما عندنا خوف يعني من هاي الامور اللي قاعد نشوفها وردهم. هذه للاسف احنا الرد مالتهم لازم يكون الشعب العراقي هو اللي يردهم، هو اللي يحتج عنهم وتطلع تظاهره كبيره وتقاط هاي النظام. هسه الانتخابات اللي قاعد تصير والصور اللي قاعد نشوفها اللي جاي تعلق كلهم هم من ضمن هاي الاحزاب والميليشيات. هاي ما بقوا بالعراق، كل ما صارت قوتهم، كل ما صار نفوذهم، كل ما صارت انه البلد يعني تدمر من 2003 لحد الان. ما بقى شيء من بلد صاحبي ولا قوات امنيه عندنا ولا احترام لرجل المرور لا يعني الشرطه الاتحاديه. كل هاي الامور بدنا نشوف خروقات امنيه وضرب السلاح امام قوات الامنيه بدون اي تدخل. هذا يعتبر فشل البلاد وفشل الحكومه للاسف. يا استاذ افل احنا ما نحس انه عندنا هيبه الدوله وقيمه الدوله بوجود هذه الاحزاب. ما ممكن انه اللي يكون خفاء عليها واسقاط هذا النظام الفاشل وتبديل عندنا بدوله حقيقيه، يعني لها رئيس وزراء، لها وزير داخليه، ما منتمي هاي الاحزاب، ويكون يلا ذاك العراق يكون بلد خير ويكون عايش يعني بعيش الكرامه امام العراق وامام العالم كله. وأنا أشكرك وتحياتي. شكرا لك أبو عمر، حياك الله. حياك الله حيدر من البصرة، حياك الله. السلام عليكم، تحياتنا لك أستاذ علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا طيب، وتحياتنا للسيد المخرج وكل الكادر. حياك الله. والله هم كلهم فاسدين. كلهم فاسدين ونفس الوقت زبالة وعارات، عارات كل ما عارات. هذا العامر يعار وقيس القدر يعار وعمار الحكيم يعار، كل ما عارات. دور زبالة المجتمع ما بيمكن غير، بس إن شاء الله رب العالمين يقوم منهم إن شاء الله. نعم. يعني زبالة. نعم. ومزبالة زبالة هم. نعم. عمار حكي زبالة وقيس الخزع زبالة وهذا العامر زبالة والمالك زبالة. نعم. وتحياتنا لك. شكرا لك أخ حيدر، شكرا. تحضيرا لأي انتخابات، احنا حكينا عن هذا الموضوع هواية، ودائما نقول في بداية كل انتخابات تصير المرشحين ما شاء الله عليهم يحاولون يسوون المستحيل حتى بس انه يكسب بأي شكل من الأشكال صوت ناخب أو صوت شخص، طريقة سلمية، طريقة غير سلمية، طريقة شرعية، طريقة غير شرعية، طريقة صحيحة، طريقة غلط، بوك، سرقة، ناب، أي شيء. منها أنه يتدخلون في عمل الحكومة وتحديداً البلدية والمي والمجاري حتى شنو؟ يكسبون أصوات المصوتين. البعض من عندهم لا، يروح يشتري بأموال أصوات الناخبين في محاولة لمساومة الناس على صوت. الفيديو اللي راح نشوفه هسه لإحدى مرشحات انتخابات مجلس محافظة بغداد، الأخت دزت حفارة حاطة صورتها عليها وهي دا تحفر في إحدى شوارع مناطق جنوب بغداد حتى يمدون أنبوب مي. خلونا نشوف المشروع. السلام عليكم، اليوم باشرت بالمشروع وسن المعموري بمنطقة وقرية المعامرة. قواك الله، هاي جاي تعفرون مي؟ ايش
أنا بس أحب أسأل السيدة وسن المعموري، أنت ذكرتي في بداية الفيديو أنه معلومات بالصورة اللي أنت ذاكرتها عن مرشحتكم المحامية وسن المعموري، عزمنا واحد عراقنا واحد معا نحو بغداد أجمل. ست وسن هو فقط بوري المي اللي راح تمدي راح يخلي بغداد أجمل، زين شنو رأيك بالنسبة إلى أكوام النفايات المنتشرة في شوارع العاصمة العراقية بغداد؟ شنو رأيك بالنسبة إلى النفايات المنتشرة في الطرقات ونهر دجلة؟ شنو رأيك بالنسبة إلى المؤسسات الحكومية المتردية؟ شنو رأيك بالنسبة إلى المدارس اللي انهدمت لحد أمان بنا عنها والطلاب يعانون من دواب ثنائي وثلاثي؟ شنو رأيك بالنسبة إلى المدارس والطلاب ما عندهم كتب؟ شنو رأيك بالنسبة إلى المدارس ما بها مدرسين؟ شنو رأيك بالنسبة إلى المحاضرين المجانيين؟ شنو رأيك بالنسبة إلى الفقراء اللي يعانون من قضايا الرعاية الاجتماعية؟ عفواً أنا أعتذر، ذكرت الرعاية الاجتماعية. بالنسبة إلى الرعاية الاجتماعية، مرشح ثاني من بغداد محمد السراي، أحد مرشحي تحالف نبني اللي يتزعم هادي العامري. المرشح هنا دا يستغل حاجة الناس لراتب الرعاية الاجتماعية، فش سوى الأخ؟ وزع بطاقات مصرفية اللي ينزل عليها راتب الرعاية الاجتماعية على المستحقين. هذا بس بمحاولة منه حتى يصوتوا له. وأكو فيديو ثاني إلي هو يتصل ويتوسط بدوائر البلدية حتى يكسون الشوارع ويفرشوها بالسبيس بمنطقة العبيدي شرق العاصمة. تعالوا نشوف. هذا ما استغلت. هاي خنتة كان. لا شك. حجي، إيش قصة طالع الباحث؟ كنت شارع؟ إيه طيب. موفق. توك. هسه طلع بمليون أو 500 الماستر. جد أخذت من عندك أنا؟ أنا شو أخذت منك؟ شو أخذت؟ أنا شو أخذت شيء منك؟ لا ما أخذت. لا حال وادم هاي راح. أخوي عمود قضية العبيدي قصيت الشارع جزاك الله خير، بقى السبيز ويم الجماعة وزحمة والأمطار وتعرف الوضع. لا 756 بصف السوق. مجمع. إيه وإحنا رافعين بيهم لل. عفوا الجبة والعمامة، عفوا كل هاي السوالف، بس أنا ردحت شوية المرشحين بلا زحمة. سؤال، أنتوا ليش بس لما تجي وقت الانتخابات تحيرون بالشوارع والسبيس والمعاملات والمراجعات ورعاية اجتماعية وتوظيف وتعيين وما أدري شنو هالسوالف، تحفرون مي وتبلطون وتنظفون مجاري؟ ليش بس بهالفترات نشوفكم؟ أحد يعرفه للأخ؟ من هو؟ واحد يطلع لي ويقول لي منو الأخ؟ محمد السراي. منو محمد السراي؟ شنو اللي مسويه للعاصمة بغداد؟ شنو اللي قدمه للعاصمة بغداد حتى يترشح عن بغداد؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، اللي سوانا طشن بطاقة كيكارد وقاعد يمنع العالم، إيش قد رادوا منك؟ مليون وشوي. أخذت شيء منك؟ لا، الله وياك. ووراها ما أنت راح تأخذ أكثر من هذا الشيء، راح تأخذ صوته إذا راحوا للانتخابات حتى تصير بمجلس محافظة بغداد، حتى طلع أغاتهن بالمشاريع الوهمية. مقطع ثاني إلى مرشحة تحالف دولة القانون اللي يتزعم نور المالكي المدعوة رسل الأعرجي. الأخت رسل عن محافظة بغداد حاولوا بعض المقربين من عدها أن يروجون إلها إعلاميا من خلال شراء أصوات المواطنين بمبلغ 100,000 دينار، حتى ما وصل 100 دولار، عن كل بطاقة ناخب. الفيديو التالي راح تشوفوه هو مكالمة هاتفية بين مواطن وأحد المقربين من المرشحة يساوم على شراء أصوات أحد المواطنين. تعالوا نسمع. زقد يطون 100 شبيك مليون. البطاقة 100؟ كل بطاقة 100. يعني تقريبا عندنا 22 بطاقة. يعني مليونين و200 مو؟ ايه لا والله. ايه والله. هي من هي هاي المرشحة؟ شن هي؟ المرشحة من هي؟ العلوية رسل. بيسألوك عن كيرا. من هي؟ العلوية رسل. يا رسل. العلوية رسل نبيل العرجي.
ها رسل العرجي. ايه. هاي عليا كيان، عليا صفحة، عليا قامل. اي بس غير على عليا كتلة، عليا واحد يبتيم بيهم مجالة. ايه عندي كان كتلة شبه عليكم. ايه ويا من ويا من مرشحة؟ ويا المالكي. ها دولة القانون. ايه. يلا خير ان شاء الله. العلوية رسل نبيل الأعرجي بلا زحمة سؤال، شخص عنده 22 من نقاربة مليونين وميتين وغيره عنده 10 مليون وغيره عنده ما أعرف شنو مليون، هالملايين الحلوة منين؟ لو ذن الملايين من السيد نور المالكي، والسيد نور المالكي من انطاك ياهن؟ من جيب الخاص؟ لو ورث حصله من الوالد؟ ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يعني من منصة فيسبوك القريشي زيد يقول الانتخابات بالعراق مصدر رزق وباب استثمار بعوائد طويلة الأمد في مسميات الوطن والمواطن والمتاجرة في فقراء الشعب. علي رزاق فترة ورشح إن شاء الله، لازم أتعلم هالسوالف، ما الحان وقت التغيير ونعمل لخدمتكم وهالكلاوات والله يوفقني انتخبوني. انت يعني انتبهوا الى الاخ علي رزاق ان شاء الله يرشح لكم. صباح، مو هذا المعمم كلش يحب الشعب ويلبي طلباته ويقوم على خدمته، بس اساله واسال كل المرشحين للانتخابات، وين كنتوا قبل هذا الوقت مال الانتخابات؟ والقبلكم شنو اللي حققوه للشعب؟ وهم حققوا اعلى المكاسب وخاصه الماديه. علاء ابو نوار، السياسه شغله جدا مربحه في العراق، يعني بمحولة كهربائية لو تبليط شارع ممكن تكسب مئات من البسطاء وتصبح زعيم وقائد عظيم لا يشق له غبار. فعلاء أبو نوار يقول لك كل اللي محتاجه أنت حتى تصير زعيم كتلة مولدة تحطها بشارع أو تبلط لك شارع، تخسر لك هلس كم فلس، تصير زعيم وطني لا يشق له غبار، وراها تلزم مقعد بالمحافظة بالبرلمان، تأخذ وزارة، وراها تهل عليك العقود، ومن تحل العقود تبدي تشتغل بالكوميشنات، من تأخذ الكوميشنات أنت من سيارة عادية إلى رولز رويس، من بيت وشقة عادية إلى فيلا وقصر. هذا مختصر اللي قال علاء أبو نوار. عبد الرزاق من بابل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ افهم بالنسبه للانتخابات بالعراق، يعني احنا نعرف كل الزين بانه الانتخابات هي باب من ابواب الفساد. نعم. ليش؟ لانه ما بها مراقبه، ما بها متابعه. يعني احنا نعرف المسؤول لما يوزع هاي الاموال هي مو اموال او اموال خلفة، هو كان حافي. نعم. واجت هاي الاموال لازم المفروض اكو يطبقون شرطين. فاولا يطبقون قانون الاحزاب، يا اخي ما يصير هالعدد الهائل اللي الى بدايه ما له نهايه. لا. يعني احنا جاي نشوف دول العالم اكو مثل حزبي كلش ثلاثه يتنافسون، اما احنا اليوم ما ادري بال 300 حزب ما اعرف ايش، ويا اخي مو هذه هدر بالاموال عام، هدر يعني بقوة الشعب، هدر بثروة الشعب. يعني أنا أعرف شخص مرشح الكتلة ما بتعرف رئيس الكتلة بطاق 50 مليون، هذا هم ما قال باطل، راح اشترى له السيارة، اشترى له سدد الديون مالته، يقول لك أنا من يقول أنا فوز، فما معناته يا أخي هاي هدر بالأموال. يعني المفروض هذا الرئيس كتله يعرفون يتابعون شنو شلون كان شلون صار، حتى لانه هذا هدر اموال الشعب، هذه مو اموالهم يا اخي. فما اعرف يعني هالاحزاب هذه والانتخابات هذه، ويقول لك روح الانتخابات، ايش تروح الانتخابات اذا هي ما منظمه، هي هربجي انتخابات. يعني احنا قابل نفس الدول العالم حتى على مود واحد يحترم الانتخابات ويعرف بانه عمليه ديمقراطيه، هذه عمليه سرقه اموال الشعب، دول لصوص، دول حراميه استاذ افل. لا. يعني ما يصير هيك، الى متى يبقى هيك الشعب العراقي طبقه فوق وطبقه جوا، يعني الفقير فقير والغني غني، ما يصير هيك. اكو لازم مفروض اكو متابعه، اكو مراقبه،
لكنه إما تحكي وإما نثبت. تحياتي لك. شكرا شكرا لك أخي العزيز عبد الرزاق. المشكلة أستاذ عبد الرزاق بعيدة عن قانون الأحزاب، لازم من المفترض أنه نفعل قانون من أين لك هذا. يعني دائما أحكيها في برنامج صوتكم، في زمن الملكية الملك فيصل الأول ابن الملك غازي، كان الأمير غازي في تلك الفترة يدرس في مدرسة سانت هيرس العسكرية في لندن، وتعث رئيس وزراء العراق عبد الرحمن النقيب إلى فرنسا، فقال له تروح إلى لندن تأخذ الأمير غازي وياك وتروحون إلى فرنسا تكملون محفلكم، هو يرجع الكليته وتترجع لبغداد. فهو يلبس الخطيب جبة وعمامة، الأمير غازي قال له احنا رايحين إلى محفل دولي وهذه الملابس ما تليق بالمكان اللي احنا رايحين له، راح اشتري لقاط. اشترى لقاط بما يعادل 6 دنانير عراقية. فرئيس وزراء العراق رجع إلى العراق وقال لهم الأمير غازي اشترى لي بدلة ب6 دنانير عراقية وراتب الملك ما يعادل 4 أو 4.5. فمنين له؟ جابوه للبرلمان وجلسة تحقيق واستقدام وقال له هيك وهيك وهيك اللي صار. قال لهم أسأل، فرجع قال لهم الملكة حزيمة بنت ناصر اللي هي بنت عم الملك فيصل الأول وأم الأمير غازي هي اللي ناطيتها الفلوس قبل ما يطلع، وهاي من جيبها الخاص وابني صرفها من جيبها الخاص. فالملك يتساءل من أين لك هذا؟ وبرلمانينا وسياسينا اللي بالعراق يبنون قصور وما حد يقدر يحكي وياهم. أبو نبيل ويانا؟ أبو بسام من الموصل، حياك الله. أخي العزيز، هاي البرلمانيين وهذه الحكومة ترى احنا نعرفها كاوات من ساعد. أريد واحدة منهم خلوا يقولون وين أولادنا المغيبين وينهم. أريد نعرف وينهم. نعم. 68,000 مغيب هسه ماكو. أريد بس نعرف مكاناتهم بهاي منطقة ماكو. شنو هاي الانتخابات هذا جاي يسولفون بيها؟ نعم. شنو هذا الـ هذا الـ 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 هذا الـ الـ الإعلام والدعاية اللي يسوونها؟ نعم. خلي تطرقونا على السجناء مالتنا وين؟ نعم. والله هذا اللي نقوله بعد ما عاد نعرف شو نقول مع هذا الحكومة الفاشلة. نعم. ما عاد نعرف شلون نتصرف معها. نعم. خلي يقول ولدنا، خل بس يطلعونه ما شاء، احنا عندنا اخوان مغيبين ما نعرف عنهم كل شيء. نعم. بهاي منطقه مقتولين طيبين ما نعرف عنهم. خل واحد يتطرق لنا على هذا الموضوع. وشكرا. نعم. شكرا شكرا لك ابو بسام. نروح الى محافظه قادسيه ومركزها تحديدا مدينه الديوانيه. وثقلنا مواطن الحال المتردي للشارع الخدمي امام جامعة الديوانية بسبب انغراز السيارات. سيارات تغرز هناك لعدم تمكنها من الخروج بسبب عملية حفر أساسات الكابل الضوئي وتركها بالتزامن ويا أمطار الشتاء وأول أمطار هذا الشتاء اللي شهدتها المحافظة، وفشل منظومة الصرف الصحي في تصريف مياه الأمطار. خلونا نشوف. راجل جون طامسي حد المهور بسبب هاي الكيبل الضوئي سيارة انامت من هون نص الشارع. هاي اول مطره، هاي اول مطره طمسيس، هاي مقابل الجامعه شارع الخدمي طب الحج جامعه تجاوز، هاي غير تجاوز مال الشارع. انا بالقطاع هاي السياره نامت، لا تطلع لا حتى ما نقدر. ها شوف شلون داقي هاي من هون، هاي بسبب هذا ابو الضوئي. في كل تاريخ العراق الحديث أدنى هيش صورة ما تلقون. نروح هسه إلى الحي العسكري في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار. الحال هناك مزري ومتردي في الشارع الرئيسي اللي إلى الحي وراء الأمطار اللي يعتبر وراء الأمطار اللي هطلت بسبب أنه هذا الشارع الرئيسي يعتبر هو العمود الفقري
لأهالي الحي. هو موجود بالقرب من المدارس، وخطورته هذا الشارع على بشكل أساس على الأطفال والعوائل بشكل عام، لأنه الأطفال والعوائل لما ولدهم يروحون للمدارس ويرجعون من المدارس يمشون في برك من الوحل وبرك من الأوساخ وبرك آسنة، مياه آسنة. تعالوا نشوف. في 2023 العالم جاي يستعد لل 2050 انه تبدي بعد مرحلة المركبات الفضائية. شوف 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 تحياتنا البلدية طبعا. شوف بعين هذه الصور اللي شفتوها هسه بالحي العسكري، احنا كنا نشوفها بالافلام الهوليوودية لبعض القرى اللي يهجرها اهلها بسبب اجراء تجارب عسكرية في منطقة ما، او بسبب حدوث عادات وظواهر فوق العادة، او بسبب كوارث. فكنا نشوف هذا الحال، هذا الحال كنا نشوفه لما نذكر التسونامي اللي ضرب جنوب آسيا، لما نتذكر الأعاصير اللي تضرب المكسيك أو تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الحال نشوفه لما نشوف هاي الكوارث، بس وراها فترة بسيطة نشوف المدينة رجعت وقفت على حيلها وطلعت. أما بالعراق المدينة كانت موجودة، بس بالمستقبل دا تسوء أسوأ وأسوأ وأسوأ ودا تصير بهذا الحال، هو الحال اللي تسبب الكوارث الطبيعية وما يبنوها. نطلع من ديقار والروح إلى محافظة صلاح الدين ومن مدينة تكريت. فيديو لمعاناة طلبة المدارس بحي القادسية، وراء هطول زخة من الأمطار وحولت هاي الزخة الشوارع إلى برك من الطين والأوحال. تعالوا شوفوا تلاميذنا وين يمشون. خلي جون يشوفون ما لها إلا هلها، خلي جون يشوفون يجون يشوفون كنت الحال زعيم وتاج الراس وخط احمر وحام العرب. خليجي يشوف المهزل اللي هنانه. ربكم سنة 23 نهاية القادسية. هاك طلاب خطية اشد انفو. هاك شوف الطلاب. هاك بهالقيانة. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم والله. المهزل هاي متى تخلص مالكم. ويردونا ننتخب. انتخبوا فلان. كنا فلان. فلان هاك سوانا نقر نقر سوانا هاك هذا فلان هذا اللي تكيفون عليه انتم عارفين تلحظ الله لا يوفقكم ان شاء الله. ممكن احكي على السوداني قال الله لا يوفقه، يعني هو قال الله لا يوفقني. بس انا اوجه عنايه اولياء الامور اشتروا لولدكم جزم مال مي، لانه هذا الحل الوحيد حتى يقدر يمشي ويعبر هاي البرك المائيه. لأنه على ما يبدو دوائر البلدية والسياسيين والبرلمانيين وغيرهم 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 الحكومة والوزراء ما مهتمين بهذا الوضع. سنين عراقيين يحجون من تمطر الدنيا تفيض الدنيا تغرق الدنيا صير طين، حلوها لحد أن ماكو حل. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق موجود أنا من فيسبوك حسين الربيعي، لعد وين الأعمار بالموضوع؟ أم طيبة حسبنا الله ونعم الوكيل، ليش وين الحكومة ما يسوون حل؟ لو بس شاطرين بالانتخابات يفترون تارسين الشوارع. وأبو عراق الجنوبي صب شوارع بدون شبكة أمطار، هذا الشغل الصحيح التبليط والصب سيختفي خلال فترة قصيرة إذا لم تنفذ الشركة تصريف الأمطار. فاضل الحساني لا حياة لمن تنادي، كلها نفس المعاناة. فكان هذا هو تعليق الناس على هاي القضية. في مدينة الديوانية التابعة لمحافظة القادسية وثقلنا ناشط من المحافظة تلكؤ جسر شارع الأطباء بوسط مدينة الديوانية، علما أنه هذا الجسر المسافة ما تضيقة جدا. وتساءل وين دور الملاكات التابعة إلى المحافظة؟ وين الجهد الهندسي؟ شنو موقفه من اللي قاعد يصير بالديوانية؟ خلونا نشوف. حياكم الله. ويقولون لكم مثل يقول إلى متى يبقى البعير على الجسر مو على التلي. ما نعرف هذا الجسر معضلة. مو ذاك اليوم قلنا لكم يا الله وشدينا على أيديكم وقلنا لكم يا الله حالة إيجابية. يعني هذا الشغل الزحفات شنو؟
وثاني شيء اليوم عندي ملاحظة مهمة، هذا مال مشات، هذا جسر حيوي يعني الديوانية كلها تعبر عليه، معقولة بخلي لك ياه متر متر وراك محجر وراك صب وراك كذا، يعني معقولة ما اعطيته فد متر ونص؟ ها وشو بتانين بعد؟ شو بتانين يا اخوان؟ يا الشركة المنفذة يا الطرق والجسور، وي والله العظيم شوف الزحام واصل لابو موزه واصل وياه يعني. وكافي الوادي ملت والله، حتى قمت السلك فجأة انشر على شيء تافه، يا جسر الاطباء يا جسر الغضب، يا جسر الغضب يا ابش نهاية. تعرفون وين النكتة بالموضوع؟ النكتة بالموضوع هنا. قائمة 195، قائمة 195، قائمة 195. حاطين ثلاث اعلانات بصف الجسر هذا. طابعين هاي غير الاعلانات البقية. أين قائمة 195؟ بدل ما تحطون اعلانات، اعلان واحد على الجسر بس كملوه بالبداية. بفلوس الاعلانات مالتكم. نطلع من الجسر، وين نروح؟ نروح للسياج. وعد راح يضحك يقول شنو السالفة؟ أنا أقول لك حبيبي، ناشط هنا من محافظة ذيقار وثق لنا سياج محكمة أو محكمة المدينة القديمة المائل، واللي بأي لحظة من اللحظات يوقع. هذا اللي يشكل خطورة على الناس اللي تمر والأهالي، إضافة إلى أنه المحكمة قريبة من مدارس والأطفال يمرون ويفوتون من جواها وأهلهم وياهم. خلونا نشوف. أنا هسه قرب المحكمة القديمة، هذا السياج لها، هذا الرصيف الممر الصبح طلاب، هاي مدرسة بيروت منا، تعالنا هاي المدرسة منا، هذا الصبح طلاب متروس، يعني متوقع هذا السياج يطيح لي على طالب يفلش مخه يفلشه، فنتمنى من عندكم تعالجونها قبل لا تصير كارثة. هذا سياج المحكمة القديمة، يعني الشيل هاي يطيح 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 على الطلاب، لو السياج كله يتعالج، لو هاي تتعالج. تعال تعال صور، شوف شوف زعزعها. طبعا ابو سجاد، ابو سجاد صورها. أنا ما عجبني بهذا الفيديو غير بس الوتد اللي ساندين بيه السياج هذا. أدري خيمة، خيمة الوتد الأساسي ما وقع وحطيتوا له وتد ثاني، خيمة قماش يوقع الوتد توقع الخيمة على الناس ما يموتون، بس هذا طابوق، هذا حجر، هذا يقتل، هذا يسوي مصايب، إضافة إلى يقتل إذا وقع ويشمر على السيارات يفلش. هذا مو مال واحد يتهاون بيه. العالم كله يحاول يتطور، يعني اليابان لأنه تضرب زلازل بشكل كبير جدا قامت تفكر شنو الطريقة اللي يبنون بيها عمارات وناطحات وأبراج وغيرها، ومن يضربهم زلزال ما يوقعن إلا أن استخدموا طريقة الزنبركات بحيث يضرب الزلزال ويطلع الناس محاسين، لأنه طريقة الامتصاص عندهم غير شكل بحيث يمر ويطلع وخلص وانتهى. ما نقول أنه إذا رب العالمين أمر يمسحها، لا، هذا أمر رب العالمين، لكن فكروا شلون يطور، فكروا شلون يحافظون على أمان الناس. وإحنا الجماعة عندنا حائط راح يوقع، يا بصلحوا جوا يجيبوا لنا وتد وخلوا على الحائط بعد ما يوقع تدللون، فدناه بشريط شفاف ولزقه وبعد يصير تكمة أكثر. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق علي دانيال: بلد نفطي فلوسه بس للأحزاب الفاسدة. وأبو علي: هاي المليارات تصرف سياج آيل للسقوط، ماكو صيانة، هاي جريمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. جمال ناصر: عمي حكومة ما عندهم فلوس، جمعوا من طلاب ألف ألف، خطية سووا للمحكمة، خطية ما عندهم، يعني يقول جمعوا لهم جمعية. رياض العراقي: المشتكى لله يعني عميان، المسؤولين ما يباعون، الله ينتقم منهم. فكان هذا تعليق الناس على هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، بغداد هذه المدينة العريقة والتي كانت حاضرة الدنيا من مشارقها إلى مغاربها، مدينة العلم والعلماء، تاريخ يمتد عبر العديد من العصور، حيث شيدت المدينة وبنيت في عهد الدولة العباسية، وأطلق عليها في القديم اسم الزوراء ومدينة السلام، وكانت بغداد ذات يوم عاصمة للدنيا وهي مركز الخلافة.
هذه المدينة التي بنيت قبل 1261 عاماً، واستغرق بناؤها 4 سنوات فقط على يد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور في عام 762 ميلادي، وكان يطلق عليها في تلك الفترة بالمدينة المدورة لكونها بداخل أسوار دائرية. في يوم تأسيسها بغداد من حاضرة للدنيا إلى أسوأ مدن العالم في هذا الانفوغرافيك. آه وألف آه لما أصاب بغداد، ونسأل الله أن يعافيها. مواطن عبر نافذة أنت ترى اللي وجدتها قناة الرافدين، حتى أنتم تنشرون اللي أنتم تردون تنشروه، يشكو من تلكؤ مشاريع الصرف الصحي بمنطقة الإسكان الصناعي في ناحية الإسكندرية بمحافظة بابل، وعدم إتمامها بالرغم من مرور أكثر من 5 أشهر على المشكلة. بحسب المواطن، الجهات المسؤولة طلبت من أهالي المنطقة أن يجمعون مبالغ مالية من أجل تبديل الأنبوب البوري للصرف الصحي وإعطائها لعمال خارجيين حتى يحلون المشكلة. وتساءل المواطن، مبالغ القطوعات من رواتب الموظفين الحكوميين ومن الناس وين تروح إذا لم تعطى لأجل خدمات ومنفعة المواطنين؟ شنو مصيرها؟ خلونا نشوف. شلونك عمي؟ شنو مشكلتكم اليوم؟ هذا البوري والمكسور. نعم. مال المجاري والمساعدة، المجاري ساعدة لي فوق كلش، يعني مو زينة. نعم. وريحة تقتل بالبيوت. ولهذا السبب لحد الآن نقول لهم نقول اجمع الفلوس ونسوي. دولة ما تسوي؟ اي ما تسوي لحد الآن. ولا المقاول ولا مقاول. مقاول الكلاوكي لو صدق يشتغل كان بلط هذا الشارع، كان بلط ذاك من ناحية من السيطرة للفلكة. كان بلط هذا الثاني أخذ فلوسه وشرد وراح. أقول له محسن ذاك اليوم باللجنة، محسن كان على دار وشرد، أخذنا فلوس من عندك الثانية. هاي الحكي مالتي. نعم. وعاف الشارع الرئيسي هو هذا اللي بطل، يعني من الفلكة للأخير. روح شوف ولا تنمش. زين هاي إذا انفتحت ما يقع طفل بيها يقع شيء يعني يقول عادي العادي. هسه خلينا نشوف الوضعية. مرخصك عمي، هاي الوضعية. Thank you.
شوفوا شو مسوين خطي الاهالي ساديها بخشب مو بنفل هاي شوفوا باعوا باعوا الوضعيه اخذوا هاي الدلوعه صار لها كل 5 اشهر مفتوحه ما حد يجي قاعد بيها طفيل اشوفها اقبال مدرسه العامل هاي مدرسه العامل وهاي هي الطفيله هاي الشارع مالتي شوفوا هاي الجهال جاي تلعب. تعرفون المشكلة بناحية الإسكندرية؟ إنه هاي الحفرة قاعدة تشرب مي خصوصاً بالمطر إنه تعبي مي والمي شو يسوي؟ يبدي ياكل من التراب من الجناب يعني يبدي ياكل يبدي يضعف الأماكن اللي من الجناب مع الحفرة إذا هسه موجودة حفرة القدات يفوت بها طفل أو شخص باكر عقبة وما تعرفون كوارث حلوين تمتد لأن هاي تزعزع أساسات. هاي مشكلة العراق. تلاحظون مشكلة العراق وين؟ ما بخدمات، ما بي تعليم، ما بي مدارس، ما بي بنى تحتية، ما بي أعمار، كل شيء ما بي، بس بي شغلة واحدة بالعراق، بي سياسيين منفعتهم الشخصية هي الأساس، والسياسي يبدي يركض وراء المواطن بداية كل انتخابات ويحاول يشتري صوته ب100,000 أو يشتري صوته ببطاقة كيكارد مع رعاية اجتماعية أو يشتري صوته بدعوة إلى فرش سبيس بشارع من الشوارع أو يشتري صوته لما يصور البطاقة الموحدة ويقول له إذا ما تنتخبني ما أسوي لك تعيين أو أسوي لك شيء. هذا اللي دا يصير من السياسيين يساومون الناس على كل شيء ويركضون وراء الناس على كل شيء في سبيل انه يحصل صوته دا يصعد الى مجلس محافظة او برلمان، ولما يصعد الى مجلس المحافظة والبرلمان طز بالمواطن هيك يفكر السياسي، لما يصعد الى مجلس محافظة او برلمان المواطن يكون اخر اولوياته واول اولوياته يفكر بيها هو ايش قد دفع 5 ملايين حتى يجيب له كم صوت حتى ينتخبوه، يفكر شلون يرجع ال5 ملايين بس بصفها صفر يلا يرضى، وورا ما يرضى تبدي الدنيا تحلاله فما يبدي ما يفكر اصلا نهائيا، يبدي يفكر بالشركات والعمارات والقصور شلون يفتح ارصده بدول العالم وشلون يشتري فيلل وولده يدرسون بارقى جامعات ويتعالجون بارقى المستشفيات بالعالم، والعراق لا بصحه ولا جامعة ولا مستشفى ولا تعليم. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذن الله يوم الجمعة بإذنه تعالى. في أمان الله.